قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه جرى استكمال صعود الخارجين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق المدن الأربع إلى الحافلات وسيارات الإسعاف. ونقل المرصد عن مصادر إنه من المرتقب أن تنقل الحافلات الخارجين من مضايا والزبداني إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، فيما سيجري نقل الخارجين من الفوعة وكفرية إلى مناطق سيطرة قوات الأسد في محافظات أخرى.